السلام عليكم مرة أخرى أصدقائي صديقاتي في حصة أخرى من برنامج الاجتماعيات مكون التربية على المواطنة للمستوى الرابع. بعدما مررنا بدروس الإرساء وكذلك دروس تقويم والدعم، اليوم لدينا حصص كما تلاحظون على السبورة، هي حصص للتحضير للفروض. هذه الحصة اليوم هي حصة كما قلت تحضيرية للفروض. عندنا ثلاث أنشطة سأحاول أن أقربها لكم وأبسطها كي تحاولوا بعدها الإجابة عنها. نعم، انتبهوا معي إلى النشاط أو التمرين الأول. التمرين الأول: أملأ الفراغ بما يناسب مما يلي. أملأ الفراغ بما يناسب مما يلي. القانون، الكلمة الأولى القانون، الكلمة الثانية المدرسة، الكلمة الثالثة الواجب، الكلمة الرابعة القوانين، الكلمة الخامسة أخلاقي، الكلمة السادسة الحق. هذه الكلمات سنحاول وضعها في مكانها المناسب في أحد الفراغات التالية. إذن عندنا فقرتان، سأحاول قراءة هاته الفقرتين وأنتم بعدها تجيبون. إذن عندنا في بداية الفقرة الأولى فراغ: هو كل ما هو ضروري للأطفال، فاصلة، وتضمنه فراغ ثاني، ومن الأمثلة عنه الحق في الأسرة وفراغ والطريق. نهاية الفقرة الأولى. نمر إلى الفقرة الثانية. الفقرة الثانية كذلك تبدأ بفراغ: هو فعل وسلوك، فراغ، ينبغي الالتزام به وفق فراغ. إذن أنهينا شرح التمرين الأول. سأمر بكم الآن إلى شرح التمرين الثاني. التمرين الثاني هو عبارة عن كما تلاحظون جدول. السؤال هو أو المطلوب هو: أضع علامة في المكان المناسب. لدينا هنا الجمل، لدينا 1 2 3 4 5 جمل. هذه الجمل فيها ما هو صحيح وفيها جمل أخرى تحتمل كذلك الخطأ. إذن المطلوب منكم هو وضع علامة في المكان المناسب. هذه الجملة بعد قراءتها وفهمها تضعون علامة. إذا كانت صحيحة نضع علامة في صحيح، إذا كانت خاطئة نضع علامة في خطأ. أقرأ لكم الجمل، تابعوا معي. 1: التفكك الأسري سبب من أسباب خرق حقوق الطفل. أعيدها: التفكك الأسري سبب من أسباب خرق حقوق الطفل. مفهوم؟ ننتقل إلى الجملة الثانية: أطفال الشوارع يتمتعون بحقهم في الحماية. أعيد: أطفال الشوارع يتمتعون بحقهم في الحماية. أنتقل بكم إلى الجملة الثالثة: أعتني بنفسي فقط ولا أهتم بالآخرين وبالممتلكات العامة. أعيد: أهتم بنفسي فقط ولا أهتم أو أعتني بنفسي فقط ولا أهتم بالآخرين وبالممتلكات العامة. أنتقل بكم إلى الجملة الرابعة: اشتغال الأطفال
لا يؤثر على حقهم في التمدرس. اشتغال الأطفال لا يؤثر على حقهم في التمدرس. الجملة الخامسة والأخيرة: من واجب الاهتمام بالبيئة ونصح أصدقائي بذلك. من واجب الاهتمام بالبيئة ونصح أصدقائي بذلك. وكما شرحت لكم، المطلوب هو أن تضعوا علامة إذا كانت الجملة في نظركم صحيحة، ضعوا العلامة في صحيح، وإذا كانت الجملة في نظركم خاطئة فضعوا العلامة في خانة خطأ. أنتقل بكم أصدقائي الآن إلى التمرين الرابع، التمرين الثالث عفوا، التمرين الثالث. المطلوب هو استخرج موضوع كل وثيقة من الوثائق التالية. المطلوب هو استخراج موضوع كل وثيقة من الوثائق التالية. عندنا جدول فيه خانتان، الخانة الأولى فيها مجموعة من الوثائق أو الصور، مجموعة من الوثائق أو الصور، وبالتحديد أربعة، مرقمة بواحد اثنان ثلاثة أربعة. المطلوب منكم أصدقائي هو في الخانة الثانية، وهو الموضوع، ستكتبون في ستكتبون في خانة الموضوع ما تلاحظونه في هذه الصور، ما هو موضوع هذه الوثائق، ومن ثم تنتقلون إلى الموضوع وتحاول التعبير واستخراج موضوع كل صورة، وتكتبونه هنا باختصار، يكون موضوعا مختصرا وليس جملة طويلة، وإنما فقط جملة قصيرة أو عبارة تعبر عن ما يوجد في الصورة. إذن أتمنى أن يكون قد أتمنى أن يكون الشرح يعني وافيا. سأترك لكم بعض الوقت لتفكروا مليا وتجيبوا عن التمارين الثلاث. إذن أصدقائي، أتمنى أن تكونوا قد توصلتم إلى إجابات صحيحة. نمر الآن إلى التصحيح الجماعي. نعم، إلى التصحيح الجماعي. نعم، التمرين الأول: أملأ الفراغ بما يناسب مما يلي. لدينا الفقرة الأولى في بدايتها فراغ، متبوع ب هو كل ما هو ضروري للأطفال. إذن في نظركم ما هي الكلمة
من الكلمات التي ستكون مناسبة لهذا المكان. إذن نعم، الحق. أحسنتم، الحق. أحسنتم، هو كل ما هو ضروري للأطفال وتضمنه ماذا؟ تضمنه في نظركم؟ نعم، أحسنتم، القوانين. إذن أشطب على الحق وأشطب على القوانين. القوانين، القوانين. نعم، أحسنتم. ومن الأمثلة عنه الحق في الأسرة والصنف الثاني من الحقوق. أجل، نعم، أحسنتم، المدرسة، الأسرة والمدرسة. نعم، أحسنتم. والطريق، أمر الآن إلى الفقرة الثانية. فراغ هو فعل وسلوك، هو فعل وسلوك. نعم، أحسنت، الواجب، الواجب. نعم، إذن أشطب عليه. هو فعل وسلوك. ماذا في نظركم من الكلمتين المتبقيتين؟ أحسنتم، سلوك. أخلاقي، أخلاقي. نعم، وينبغي الالتزام به وفق، نعم، وفق، نعم، وفق القانون. أحسنتم أصدقائي صديقتي، وشطبوا على الكلمة الأخيرة. نمر الآن إلى تصحيح التمرين الثاني. إذن تابعوا معي. التمرين الثاني، أضع علامة في المكان المناسب. نعم، الجملة الأولى، التفكك الأسري سبب من أسباب خرق حقوق الطفل في نظركم أصدقائي، صحيح أم خطأ؟ هل التفكك الأسري سبب من أسباب خرق حق الطفل؟ نعم، أحسنتم، نعم، صحيح، التفكك الأسري سبب من أسباب التي عرفناها والتي تؤدي إلى خرق حق الطفل. إذن سنضع العلامة في خانة صحيح. نعم، الجملة الثانية، أطفال الشوارع يتمتعون بحقهم في الحماية. إذن في نظركم، هل أطفال الشوارع يتمتعون بحقهم في الحماية؟ صحيح أم خطأ؟ نعم، خطأ. لماذا؟ لأن أطفال الشوارع لا يتمتعون بحقهم في الحماية. إذن سأضع العلامة في خطأ. نمر إلى الجملة الثالثة، أعتني بنفسي فقط ولا أهتم بالآخرين والممتلكات العامة. إذن في نظركم، هل أهتم بنفسي فقط أم أهتم أيضا بالآخرين والممتلكات العامة؟ إذن الجواب نعم، خطأ، الواجب هو أن أعتني بنفسي وكذلك بالآخرين والممتلكات العامة. إذن ننتقل إلى الجملة الرابعة، اشتغال الأطفال لا يؤثر على حقهم في التمدرس. أي أن الأطفال الذين يشتغلون أعمالا ما لا تؤثر هذا الاشتغال أو لا يؤثر هذا الاشتغال على، نعم، تمدرسهم. إذن في نظركم لا يؤثر أم يؤثر؟ نعم، يؤثر الاشتغال، بل أن الأطفال لا يجب أن يشتغلوا نهائيا. إذن سنضع علامة في خطأ. نمر إلى الجملة الخامسة، من واجبي الاهتمام بالبيئة ونصح أصدقائي بذلك. هل في نظركم يجب علي اهتمام بالبيئة ونصح الأصدقاء بذلك؟ نعم، يجب علينا جميعا وعلي كذلك الاهتمام بالبيئة. إذن نكون قد أنهينا تصحيح التمرين الثاني أصدقائي، أمر بكم إلى تصحيح التمرين الثالث. إذن التمرين الثالث، إذن نلاحظ في الصورة الأولى جيدا، هناك أطفال مجتمعون. نعم، ماذا
يفعلون؟ نعم، في نظركم هناك مجموعة من الأوراق أمامهم و يعني يقومون بعمل جماعي، إذن في نظركم ماذا سيكون الجواب؟ نعم، إذن نعم أحسنتم، أطفال مجتمعون لإنجاز ملصق للتعبير عن المواطنة. نعم أحسنتم، أطفال أطفال في عمل جماعي لإنجاز ملصق يعبر عن المواطنة. أحسنتم، إذن أمر بكم إلى السؤال، إلى الوثيقة رقم 2. إذن الوثيقة رقم 2، إذن في نظركم ماذا تحتوي؟ نعم كما تلاحظون خشبة مسرح، إذن نعم أطفال يشاركون، نعم أحسنتم، في مشهد من مسرحية معبرة عن المواطنة. نعم أحسنتم، إذن سنكتب مشهد من مسرحية تعبر عن المواطنة. إذن أحسنت، إذن الوثيقة الثالثة، إذن أصدقائي في نظركم الوثيقة الثالثة إجاباتكم نعم نعم هو أحسنتم ملصق يعبر كذلك كما قلنا يعبر عن الاعتزاز بالوطن. أحسنتم، إذن الوثيقة الثالثة نعم كما تلاحظون نعم ماذا كانت إجابتكم؟ إذن أحسنتم، أطفال في عمل تطوعي للبستنة، نعم في مدرستهم، نعم أطفال في عمل تطوعي للبستنة في المدرسة، نعم إذن هكذا نكون قد صححنا أصدقائي صديقاتي كل التمارين التي تدخل في إطار التحضير للفروض. أدعوكم إلى نعم تصحيح التمارين على غرفة نعم. إذن أصدقائي بعد تصحيحكم للتمارين سنمر الآن إلى شبكة التحقق. نعم سنزيل هذه التمارين بطبيعة الحال. نعم إذن شبكة التحقق، هذه الشبكة أصدقائي صديقاتي ستمكننا من معرفة مدى تمكننا من نعم تمكننا من الإجابة عن هذا التحضير للفرض. نعم إذن أحسنتم، سنثبت
جيدا. نعم. إذن لاحظوا معي أصدقائي صديقاتي، الشبكة معنونة بشبكة التحقق، شبكة التحقق، والمطلوب منكم أن تنسخوها على دفاتركم أو على أوراقكم، وستملؤونها بما سأشير إليه. نعم، لاحظوا هذه الشبكة تحمل التمرين الأول والثاني والثالث الذي قمنا به، والقدرات، قدرات التمرين الأول، قدرات التمرين الثاني، وقدرات التمرين الثالث. وهنا خانة درجة الاكتساب، فيها ألف باء جيم. ألف نعني بها متمكن، أي أن تلميذ متمكن من الإجابات جميعها. باء تعني متمكن نسبيا، وجيم تعني غير متمكن. إذن أحسنتم أصدقائي. إذن نمر إلى التمرين الأول. التمرين الأول، القدرات، معرفة معنى الحق في المحيط ومختلف أصنافه. إذا كنت كل تلميذ فيكم إذا كان متمكنا، أي أجاب إجابات صحيحة عن معنى الحق، أي وطن الكلمات في الفراغ توطينا صحيحا، أي أنه عرف معنى الحق وفي المحيط ومختلف أصنافه، وكذلك معرفة معنى الواجب في المحيط ومختلف أصنافه، أي كانت إجاباته في ملء الفراغ كلها صحيحة، فسيضع علامة في ألف. إذا كانت إجاباته هكذا، علامة هكذا يضعها. إذا كانت إجاباته نسبيا صحيحة فسيضع العلامة في باء، أما إذا كانت إجاباته خاطئة فسيضع العلامة في جيم. وكذلك ما سنقولها عن الأولى سنقولها عن القدرة الثانية، معرفة معنى الواجب في المحيط ومختلف أصنافه، كذلك إذا كان الجواب صحيحا سنضع العلامة في ألف، وإذا كان الجواب نسبيا سنضع العلامة في باء، وكذلك إذا كان الجواب خاطئا سنضع العلامة في جيم. ونمر إلى التمرين الثاني، تمييز أسباب خرق حق الطفل ونتائجها. تمييز أسباب خرق حق الطفل ونتائجها. إذا وضعتم العلامات في، نعم، إذا كان الجواب صحيحا أجبتم بصحيح وكان الجواب صحيحا ستضعون علامة في ألف. إذا أجبتم كان جوابكم خاطئا فستضعون العلامة في جيم. نعم. وكذلك بالنسبة للتمييز بين الواجبات والحقوق ومكوناتها، أي هل لديكم القدرة على التمييز بين الواجبات والحقوق والقدرة على تمييز مكوناتهما؟ نعم، ستكون نفس الطريقة في وضع العلامات إلى آخره. والتمرين رقم 3 كذلك، التمكن من ملاحظة الصورة وتحديد موضوعها. نحن هنا نتحدث عن التمرين الثالث، أي استخراج المواضيع من الصور. إذا كان التلميذ يستطيع أن يستخرج الموضوع أو يحدد الموضوع من خلال ملاحظته للصورة فسيضع العلامة في ألف، وإذا لم يتمكن أو تمكن نسبيا فسيضع العلامة في باء، وإذا لم يتمكن فسيضع العلامة في جيم. كذلك بالنسبة لشرح المحتوى والتعبير عنه بمصطلحات مناسبة، إذا استطاع التلميذ التعبير بمصطلحات دقيقة كما درسنا في دروسنا السابقة فسيضع علامة في ألف، وإذا لم يتمكن
أو تمكن نسبيا سيضع علامة في باء، وإذا لم يتمكن فسيضع علامة في جيم. إذن أصدقائي صديقاتي، أترك لكم فرصة لتنقلوا هذه الشبكة على دفاتركم حتى تتمكنوا من تقويم قدراتكم بأنفسكم. إذن أصدقائي، أتمنى أن تكونوا قد يعني دونتم هذه الشبكة التقويمية على دفاتركم، وبشبكة التقويم نكون قد أنهينا الدرس التحضيري للفروض لهذا اليوم، وأستودعكم الله إلى لقاء آخر إن شاء الله.